كما اتهمت المرأة بأنها أخرجت آدم من الجنة زوراً وبهتاناً وظلماً، فألصقت عليها المرأة النكدية ظلماً وزوراً وبهتاناً. المرأة ليست نكدية، وإنما هذه الصفة أطلقها الرجل على المرأة عندما فشل في مجاراتها، في تلبية احتياجاتها، في فهم رغباتها، تسمى الحاجات المكبوتة. ما وجدنا امرأة أشبعت حاجاتها النفسية، العاطفية، اللفظية، المادية، الجسدية، الوجدانية وهي نكدية. التكرار معنى أن هذه الحاجة مهمة بالنسبة لها. المرأة يجب أن تدرك بأن كثرة الزن على الرجل تسبب عنده حالة هياج. صحيح. الرجل ما يحب، الرجل يحتاج إلى الصوت الواحد. تعال عند الريال قول لي أحبك 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 أحبك، يتوتر. أحبك يعني كلام جميل، يتوتر. الرجل ما يحب التكرار لأنه نكدي. الرجل يرى الأمور بصورة كاملة، المرأة ترى بصورة جزئية، لذلك عدم التوافق في الصورة الواحدة يؤدي إلى هذا الخلل. يعني المشكلة أن الرجل ما يستطيع أن يفرق بين المشكلة الخاصة والمشكلة العامة. يعني مثلا مشكلة صار عنده في العمل، ممكن يدخل البيت يزعل على أهل البيت، يوتر أهل البيت، وما لهم ذنب لأنه صار عنده مشكلة. صحيح. العمل. صحيح. المرأة لا تستطيع أن تفصل ما بين الاثنين. المرأة الحالة النكدية عند المرأة حالة خاصة، مرتبطة بذاتها، مرتبطة بمشاعرها، مرتبطة بجهاز العاطفي. الرجل النكد مرتبط بالأداء العام. هذا الفرق ما بين الرجل والمرأة في لغة النكد. النكد هي عبارة عن ماذا؟ رسالة، مسج يجب أن يستوعبها. بدل ما أنت تزعل على مسألة الكلام أو الحديث، افهم ما هي الرسالة التي تريد أن توصل للمرأة. كلمة المرأة أيضا يجب أن تختار الأوقات الصحيحة لإيصال الرسول للرجل. الرجل ما عنده استعداد بشكل دائم أن يستجيب.